اليوم راح اعملكم هذا التوتوريال. هاي ريما، اهلين، كيفك؟ بس ما عرفتوا اسمك. سولر. اليوم راح اعمل توتوريال على بيد هيد ويف ارتست. هذا بيعمل الشعر ويفي مكسر هيك بهالطريقه. انا منيحه، منورة بوجودكم يا صبايا. أنا بعرف في كتير بنات هلأ بيكونوا نايمين لأنه هن قدامنا بثلاث ساعات. خلونا نبلش هلأ. أنا هلأ كيفكن كيفكن؟ هلأ أنا شعلته وهو على السخن وجايبة هاي قطعت مثل بلاستيك، هي خصوصي لحتى تحمي المكتب او الدريسوار اللي انتو رح تحطوا عليها هاي القطعة، على لانه رح تكون كتير سخنة فما فيكن تحطوها وين ما كان، فلازم يكون في شيء بيحمي الخشب او بيحمي المكان اللي رح تحطوه عليه لبين ما انتو تفرقوا الخصل بشعركن. فيكن جيبوها من والمارت، انا جبتها من امازون دولارين حقها، يعني كتير سهل كتير رخيصة، نزلتها من فترة على العرض، ما بعرف إذا هلأ لسه موجودة على العرض. بس قبل ما نبلش، أنا قبل ما بلش ما جبتوا له الكريم، لحظة تجيبه. قبل ما بلش، قبل ما ساوي شعري بأي شيء سخن، كان سشوار ولا كان فير ولا كان أي شيء، بستعمل البراند انا من كيراستاس، بحبها كتير لانه هي ما بتعلق بالشعر ولا بتزيته ولا بتعمل اي شيء. هلا انا خلص عندي الكيراستاس تيراميك اللي لونه اخضر اللي بجيبه دائما من امازون، وجبت هاد من موقع كيراستاس نفسه، بس انا بصراحه من تجربتي حبيت اللي بجيبه من امازون الاخضر، وبينزل سعره كتير رخيص، يعني وقت اللي بيعملوا عليه العرض بيصير ب 23 دولار او 24 دولار، هو سعره الحقيقي الأساسي تقريبا 40 دولار أو 45 دولار. هلا مو عاملين عليه عرض، هلا يعني يمكن شي 29 دولار حقه، فاستنوا عليه لسه بينزل. ناطرة أنا لحتى أخلص هاي العبوة من كيراستاس ولحتى أجيب هداك التاني. التاني ريحته حتى أحلى بكتير، يعني ريحته هيك على مانجو، أنا كتير حبيته. هو الكيراستاس تيراميك بيحمي الشعر وما بيخليه يحترق ابدا لما بدك تعملي بالفير. هلا انا لاني بشتغل بالنهار، فانا دائما بعمل شعري بالفير او بالسيشوار على الاقل 3 مرات بالاسبوع، فلازم شيء يحمي شعري من الحرق. اذا بتعانوا انتم شعركم متقصف او شيء، فبنصحكم انه تستعملوا شيء يحمي شعركم قبل، مو ضروري كيراستاز يعني، بس انا نصيحتي الشخصيه استعملت كتير اشياء، يعني مثل شي وهدول الاشياء البراندات حسن بزيتوا لي شعري، يعني هاي البراند ما زيتت لي شعري. هلا انا اشتريت كمان من العروض يلي بنزلها هاي الباوتش، واشتريت هدول الملاقط، بيساعدوني كتير انه انا افرق شعري وارفعه وسشوره بدال الكليبسات العاديه. بتاخدي شعرك وبتفرقيه انا بفرقيه يسار هون على اليسار لانه غرتي بنزلها هيك على اليمين، فبفرقه بالاساس ومشطه بفرشاي الويت براش مشان ما يتقطش شعري، وبفرقه وبقطعه قبل ما بلش بهذا الفير لحتى ما اتلبك، فبقطعه بهالطريقة، بقطعه تحت وفوق. أنا شعري كتير سميك، يعني ما تشوفوه هلأ هيك، أنا شوي يعني هدلته قبل ما هاي سلام كيفك؟ ضليتي سهرانة يعني للساعة واحدة هلأ، بسطت فيكي والله. هاي فأنا بفرق شعري لأنه شعري أنا كتير عبي، مو سميك ورقيق بس عبي كتير، فبفرقه وبعدين بفرق القسم الفوقاني عن القسم التحتاني وبلش بشتغل فيه. هلا وانا ببلش من الطبقة التحتانية بالاول لانه بينفش، يعني شعري نافش فبيهلكني، ف
فهي اول خصلة جمعتها لفوق. هلأ هون تاكو كيف هيك بفرقه هيك بالنص. سوري هاي المجموعة اللي هون فوق هاي اللي هيك وبشيلها. وبرجع بفرق هدول كمان هيك بيسهل علي الشغل يعني بيخلص شعري بسرعة. وهو هذا الفير يعني الشغل فيه كتير سريع وسهل. وهدول مو معقولة شو حلوين وسهل لقط الشعر فيهم. والخاص يعني ما بتذكر بس كان سعرهم أقل من $5. هلأ هون هاي الخصلة أنا ورا ساويته قبل ما أطلع على الهوا ورا مشان ما أتلبك على الهوا. يعني الخصل الورانية شوفوا كيف. هلا بورجيكم النتيجة النهائية. بس هاي الخصلة الورانية اللي هيك بدي رجع ايدي فيها لورا ساويتها. فرجعت فرقت إذا عندكم أسئلة بتخص أمازون ومشترياتكم على أمازون خبروني. هلأ هاد هو شوفوا كيف هو شكله بيجي وهو بيضغط الشعرة وبيكسرها بهالطريقة. فإنه الشعر ما بيلف يعني فكرته إنه ما بتلف الشعرة فكرته إنه هو بيعمل الشعر مموج بهالطريقة. وهو سخن فأنت بتشعليه من هون وأنا بستخدم أعلى درجة بالسخونة مشان بسرعة مشان اخلص بسرعة. انه بدي اخلي انا من الاشخاص اللي بدي اخلقها بسرعة. انتو بدي اخلقكم كمان. هلأ هو في اله حيلة يعني في اله تريك. بدك تحط انا حطيت طبعا الكريستاز قبل ما نشف شعري مشان ما تقولوا لي انتي حطيتي وما حطيتي. هلأ ليكو كيف كسرت هون تاخدوها وبتحطوا الفير عند الكسرة يعني مو عشوائي الحط. كيفكن يا صبايا؟ شوفوا كيف عند الكسرة بدك تحطي. وآخر شيء انا شعري هي خصله. المهم ما يطلع بخار يعني. هلا اذا طلع نقطه بخار معلش بس يعني اذا شفتوا انه عم يطلع بخار من شعركم معناتها انه انتم عم تحرقوه للشعر يعني بدكم تنتبهوا ما بدكم تضلوا يطلع بخار من شعركم. بعدين لازم يكون الشعر ناشف. هلا في احيانا فيرات بيقول لك انه معلش يكون الشعر مبلول. ابدا ما تعملي شعرك وهو مبلول لانه بيحترق يعني الفير ما بينشف الشعر بيحرقه. ايه لاحظت انه اللي عم يحضروا بفلوريدا اكتر من كاليفورنيا. هلا انا شعري شوي مرطب يعني عم حاكيكم كمان وشعري شوي مرطب. اهلا وسهلا بكل اهلي بفلوريدا. هلا الكل هون سوريين؟ ليكو شو سريع. بس انا هون بدي اعيد من جوا لانه انا شعري شوي مرطب. وغادة عم تبعت لي على الخاص وين اللايف. غادة شوفوا كيف هي من خصلة تانية سريع لانه بطيء. هلا انا ملبكه لانه انا على اللايف يعني انتم متخيلين موقفي صح. اهلا وسهلا اهلين سوريا ولبنان احنا كلنا اخوة اساسا وجيران. هلا انا من الشام اهلين باهلي من حمص. ما بعرف لمين ليلي بيخطف
شوي لأنه ما مسك كل الشعر. بشوفوا كيف شو سريع وبيتعج بسرعة. شفتوا كيف؟ يعني عند الطعجة بدك تحطي الفير بالكبسة الثانية، عند كل كبسة بدك تحطيها عند الطعجة. يعني ما بعرف، يمكن شايفتيني بشي محل، أكيد ملتقيين يعني، ممكن. أنا عندي صفحة طبية تانية على إنستغرام بعمل عليها مقابلات، فيمكن شايفتيني عليها من هنيك غالبا يعني. اسمها طفولة. شوفوا كيف الكسرة شو حلوة، عم تشوفوا؟ هلا أنا مو سمعانة باسم تسولر، فما بعرف. شفتوا الكسرة كيف؟ ولسه أحلى وأحلى. هلا بعد ما خلص برجع بحط أنا نقطة من الكراستاز على شعري. هلا هون خلصت هاي الخصلة. حبيبتي ثانك يو ندى، هي اسمك على اسمي كمان. ورجيني كأني نطيت للخصلة الثمانية بسرعة. خلصت هاي. شعري كتير بيعذبني يعني. انا مشان هيك قلت بعمل توتوريال، قريت بالكومنت انه في كتير بنات عم يحرقوا حالهم، وشي حدا عم تحرق شعرها وهيك. ليكو هالبكل شو حلوين فظيعين، وإلها راس هيك، يعني لما بتفتحيها هيك إلها راس بيلقط. هاي ندوش كيفك؟ والله شجعتيني اشتري هالستاند، خصوصا انه فيكي تعلقي عليه الايفون والايباد وكل شيء، يعني مو بس اللابتوب. كتير بيبين الشعر طبيعي رائع. هلا انا شوي عم بتعذب لانه شعري شوي مرتب، غسلته من شي ساعة بس ما لحق ينشف منيح. يعني هلا انا يمكن عم بغلط بحق شعري، بس معلش كرمال اللايف. هلا كمان بدي احط لكم هذا اللي انا هلا موقفه عليه التليفون، له ضو هيك، له حلقه وضو، حاطته عندي على المكتبه. كتير كتير ظريف. يعني اذا حدا منكم بيعمل لايف ليكو كيف، هلا هون عند الكسره لازم تحطي، والا ما بيزبط. يعني اذا ما حطيتي الفير عند الكسره ما بيزبط. آخر شي هون. أوكي. هلأ نازل، يعني عاملين عليه خصم $15. هو هاد الوقت بالعرض الأخير كانوا عاملين عليه خصم كتير 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 قوي، مشان هيك تأخر ليوصل للعالم. حبيبتي شز عيونك الحلوين، شفتي هي مو مثل الجدولة بتفرق. انا ما بيزبط معي، يعني انا ماني كتير خبيرة شعر، فلازم يعني لازم يعني بشتري لكل شغلة. مثلا لفلفة الشعر رايبة، هذا الشي جبتوه هذا الشي شي على العرض، الشي شي الشي. غادة هاي، ما عرفت اعمل لك تاج، يعني انا جديدة لسه على اللايف. ليكو كيف بيتعاش. هلا لما انت بتعملي لحالك وما تكوني على اللايف بربع ساعة بيخلص شعرك، بس انا على اللايف فملبكة. بس كيف حبيته؟ بدي اعادة هي الخصلة شوي. هلا في واحد تاني من ريفلون بس ما حبيته ابدا، انا جربته بيجي ليكو كيف بيجي مثل انابيب هيك، انبوب انبوب وانبوب هيك بالنص بالجهة الثانية، يعني
كبير كتير بتحترقي، يعني بيحرقك، يعني احتمالية انه انت يدقر ببشرتك كبيرة. وبعدين ما بيعطي نفس الكسرة، يعني هذا شوفوا كيف الكسرة تبعه قوية كبيرة. ايه مزبوط مزبوط ندى، يعني انا بخلص شعري كتير بسرعة. ما قلتوا لي عندكم شي اسئلة على الامازون، على الشراء، على البرومو لينك؟ انا بضل بحط لكم انه برومو لينك وكود وهيك. في عندكم شي اسئلة استفسارات؟ هلا انا ما شفت غير ماركة منه لهذا، بس هاي الماركة هيد بيد كتير منيحة. بيد هيد هي هاي الماركة كتير منيحة، وحتى جبت الفير اللي بملس منها كتير منيح، بجنن. هيكوا كيف الخصلة صارت، وبيضاين الشعر، يعني بيضاين من الحمام للحم، يعني لترجعي تحممي بيضل هيك، بيضل يعني انا شعري ما كتير بيضاين، وهاد بيضاين. هلا تقريبا خلصت هاي الجهة، بس انا رح افرق هاي الخصلة شوي. من زمان. ما بعرف انا هاي الماركة عندك منه السيشوار؟ ما بعرفة، انا جبت الفير التمليس لانه اللي عندي انتزع خلص، يعني خلص عمره، فجبت التمليس من هاي الماركة بعد ما جبت هاد، يعني فقلت بجرب من نفس الماركة، كتير عجبني. لا انا ما بحط سبراي، انا برجع بحط من كيراستاز الكريم هذا تبع اللي بتحطيه قبل ال، يكون تلبكت، اللي بتحطيه قبل الشعر، هو كمان للتصفيف. وبرجع بحطه بعد مشان اللمعة ومشان يرجع هيك يطرى، وبس. انا ما بحط سبراي، انا بتضايق لانه من السبراي. يعني هلا شوفوا كيف هي بقى، يعني اخر خصلة بهي الجهة. بتحبوا ورجيكم على الجهة الثانية الشي، ولا بتحبوا كملكم كل الشعر وتشوفوا النتيجة النهائية كل الشعر من هذا التكسير الشي اللي بيلفلف هيك؟ حدا منكم جربته؟ هلا هي رح ضل عليها شوي وقت لانه سميكة شوي، يعني كتير الشعر، يعني اخدتها خصلة سميكة، مع انه هي هاي بالقدام بالواجهة المفروض ما سمكة. حلو كتير، ايه كتير حلو. نحنا وين كنا بالشام نروح عند الحلاق نقول له ويفي، وعملنا شعرنا ويفي ونجن على هالموديل، ويقعد شي ساعتين لبين ما يطلع لنا اياه. ليكو شو حلو. شو رأيكم؟ هلا هي أول جهة، رح خلص الجهة الثانية بسرعة كتير أحسن ماني هيك نايمة على السيشوار. فرجيني أساسا الجهة الثانية، أنا عاملة من ورا. الجهة الثانية ما فيها كتير خصل. هلا هون بس هدول بالقطن هيك، هدول الملاقط بجننوا. هذا الحلو، بتاخدي خصلة كبيرة وبتخلصي بسرعة، بس يعني المشكلة انه بدك تحطيه وقت طويل شوي اطول، يعني في خطر انك تحرقي شعرك، مشان هيك يعني اجباري
لازم تستعملي كريم حماية الشعر من السخن، ما بعرف شو اسمه، heat styling cream هيك اسمه بالانجليزي. في كتير ماركات، يعني انا ما بعرف اذا انتم مجربين شيء. يعني هاي سارة، كيفك؟ هلا ليكي، انا شعري ناعم، هو كثيف بس شعري كتير ناعم، عرفتي؟ ايه ما بي هدول ابدا، ما بتصدقي هيك بضل من الحمام للحمام. انا شعري كثيف وكتير وبيعذب، وشو ما بدك يعني سميه، يعني انا هدول اللي ورا هون بيعذبوني كتير. شايفيني كيف؟ ايه اشوف لبكنا، اخذها بالجوع مشان تضل الكسرة هيك لورا طالعة. والله منيح، شايفة منيح هيك على التليفون. هلأ هاد يمكن هلأ حاليا هو حقه 29، وهلأ عاملين $15 كوبون عليه، يعني منه على الموقع نفسه، يعني صاير ب15 تقريبا دولار حقه هلأ نازل. كتير رخيص، يعني كتير، يعني بيعملوا عليه رخصة حلوة. زبطت زبطت معي. هلأ هاي هون كتير حلو، كتير هلا انا ما بعرف اذا على اللايف مسموح انا احكي هيك بالاسعار، يعني انا بس بدي اخبركم انه انا ليش ما بحط اسعار على صفحتي كل الوقت، لانه ممنوع يعني هيك بشكل عام. فليكو شو حلو، يعني ممنوع من امازون، من بقول ايه، من سياسة امازون مؤخرا هي عاملين ابديت للسياسة يعني. بس ما بعتقد على اللايف، ما حدا قاله علي باللايف تبعي يعني. هاي زبطت هاي الفصلة. ايوه ايه ايه مانو غالي، هي 17 مزبوط. طلعت معي الكبسه بالغلط. هلا هو العرض الماضي اللي كان من شهرين، ليش هو تاخر؟ هن كتبوا بالوصف انه هو رح يتاخر، وكان نازل سعره لهاد كان ب 12، بس انه لحد هلا ما وصلوا، هم كتبوا انه ما بيوصل لفبروري اساسا. يعني هلا اليوم في صبيتين وصلوا اوريدي من هداك العرض يلي اشتروه وقتها بديسمبر يمكن غالبا، بس والله كتير وقت طويل، يعني طول انه مو محرز انه التوفيرة $5 وواحد انتظر شهرين، انا هيك بحس يعني صح. بس هو المشكلة انه غالبية الناس وقت بتشتري ما بتطلع، لانه نحن امازون معتبرين انه امازون خلص خلال يومين بيكون عنا الغرض يعني. وهلا بظروف الكورونا والكوفيد انه اسبوع مثلا. هلا انا يطلع دخان شوي، ما بصير يطلع دخان من شعري، بس انا لانه مرطب شعري. بس وقال لك تنتبهي ما بيصير يطلع دخان من شعرك وقت بتعملي لك كيف عم تنطنط مثل الراسور. حلو صح؟ اوبس وقعت هي، لانه ما بدي اياها هي الكليبس وقعت. قرب يخلص شعري، هلا بورجيكم شو رح حط اخر شيء، بحط هذا الكيرستاز وكيف بيطلع يعني. كتير حلوين، واحلى شيء انه بيضاين، يعني انا شعري ناعم ناعم ناعم، يعني هلا هو ليكو الشعرة ما بتبين، كتير ناعم شعري. ايه
وجيني هاي المطاجة اللي بعملها لحالها ايه، وبيضل وكأنه جديد يعني، بضل بعد أربعة أيام كأنه هلأ أنا مساويته، ما بيهدل. وأنا بحط عليه كريم يعني، بعد ما هلأ ساويه بحط عليه كريم، مفروض أنه يهدله شوي يعني، أنا بهدله يعني، أنا بحط عليه كريم وبشده هيك شوي مشان أنه يهدي، ورغم هيك بتضل الطعجة قوية. هاتلي نشوف هاي الخصلة وينة. نحلي شاشة تليفوني كبيرة تشوف. لا ما بعرف كيف حرقتوا حالكم يعني، المفروض ما تحرقوا حالكم حبيباتي يعني، اللي حرقت حالها ليكوا شفتوا قديش انا قربتوا على وجهي، ما حرقت حالي، كنت تنتبهوا لانه هذا الحرق بيعلم له اسبوع هيك لطعة حمراء بني بتصير بتقرف. اعملها هي كلها ولا افرقها؟ يلا رح افرقها واحدة هيك لورا مشان تعذب تطلع احلى يعني، بتصور هيك بتنزل لورا هيك تطلع حلوة. مشان العذاب هاي الخصلة ختامها عذاب. مساء الخير كريستينا، مساء الخير لكل الصبايا يعني، تانكيو انه اجيتوا، والله ما توقعت حتجوا، خصوصا يعني البنات اللي قاعدين بفلوريدا بالتايم زون المتقدم علينا بثلاث ساعات، بوسطن وفلوريدا ورود ايلاند. عم شوف اسماء جديدة على اللايف، كتير مبسوطة، ما بتصدق قديشني مبسوطة يعني، معناتها في مين عم يتابع. شو كرمالي غادة ما قريته كومنت، في كتبتيلي شي قبل؟ اه كرمالي انه هن طلعوا يعني، ايه كرمالي. تخيلوا احرق حالي انا هلا، عم بقولكم لا تحرقوا حالكم، ما احرق حالي هيك حسيت، بس لا ما حرقت حالي. حبيبتي سارة تانكيو تانكيو انك اجيتي عن جد يعني، انا كتير مبسوطة فيكم. بونسوار اهلين لارا، بونسوار ولا بونجور، منورين يا حلوين. حزين جوزي عم تعشى لحاله تاركته. هي اخر خصلة تزلغوطة وجيني، نزلها هيك وجيني، في شي ما عملته ايه، في هون خصلة ما عملتها، شفتوا شو حلوين هدول، في هاي الخصلة ما عملتها قفيتها. شكرا انتصار. هلا ما بدكم تاخذوني كثير الشعرات الخصل اللي من ورا، انا ملبكه اساسا على اللايف، وخصل الخلفيه بتلبك بالشغل يعني، معلوم ما بده شرح كثير. عندك بونسوار؟ ايه اوكي مثلي يعني، وانا 10:30 عندي. لانه في صبايا هلا الساعة قديش عندهم، بتكون 1:30 الصبح. كيف؟
لا شوفوا شو رح حط. كاليفورنيا. شوي نقطة من كريم الكيراستاز. أنا من هون الجهة طالع عندي معتمة على شاشة التليفون، ما بعرف شو رأيكم؟ ليكو هذا بيعطي لمعة، ولسه التاني الأخضر بجنن. والله ما طولت يعني، انا وعلى الهوا وملبكة وكل هالتلبيك. انا طلعت اي ساعة؟ طلعت 10:05، هلا 10:30 و5، نص ساعة بين ما حضرت وهيك، يعني فيكن تعتبروا 25 دقيقة. ينعم عليكي. كيف هلا هيك بطفي من هون وفيكي سوري في من هون وبتقفلي، في له قفل يعني فبيضل هيك، بس طبعا لازم استنى لحتى لحتى يبرد. هاد الكريم اللي انا عم حطه هو الكيراستاز بلو دراي، بس انا جبته من موقع كيراستاز نفسه، وفيني احط لكم اللينك، بس كنت عم بستعمل قبله اللي سنه اللي شي سنتين تقريبا او سنه ونص تقريبا، بستعمل قبله اللي لونه اخضر السيراميك اسمه، كتير 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 احسن من هاد، وريحته احسن من هاد يعني، وحتى اخف من هاد. هذا كتير منيح يعني، ما عم اقول انه مو منيح، بس انا حبيت هداك اكتر، حسيته هيك الطف على الشعر، وحسيته ريحته احلى، ريحته هيك مانجا. هلا هاد بجنن، بستعمله قبل وبعد، وماني بحاجة لشي تاني يعني، ماني بحاجة للسبراي، بحس السبراي بيوقف الشعر هيك، بيعمله هيك مجمل. هلا انا جبت وحابة اعملكم توتوريال، بس طبعا هلا الوقت ما بيسمح لانه هيدي بتاخذ وقت. هي لاش ليفت، هي اللي بترفع الرموش. هلا انا جربتها من شي شهرين، جبتها من شهرين، وطبعا هي متعدده الاستعمالات، هي بترفع بتقلب الرموش. جبت كذا نوع، بس هي الماركه عملت لي هيك رموشي، رفعتهم هيك بالبيت. صعب كتير وما نو سهل تستعملي، بس طبعا بتاخد ايدك، بتتعلمي وتتعودي يعني، بتتفرجي على هي. فممكن التوتوريال الجديد، الفيديو الجديد ممكن انه انا اسوي لكم اياه لايف على هي. شو رايكم؟ هاد ولا الكريم تبع الشعر ندى؟ تبع هاد الكريم. ايه خلص، ايه مادونا خلص، بحط لك انا اللينك تبع هاد الكريم، هلا برجع بعمل لك عليه منشن، نزلته انا من قبل على الصفحه. شوفوا شو حلوين بجننوا وبيضلوا. انا يعني عملته وقت بعمله هيك شعري ما بحممه 4 ايام، بيضل مثل ما هو هيك، ما يعني ما بيروح. اسالوا مرلين اذا بدكم، المرلين صديقتي وليك على الهوا. هاي مرلين، شو رايك بالموضوع؟ تاك الشعر ايه اوكي. هلا بعمل لك انا على الاثنين، على هاد وعلى الثاني اللي انا دائما بستعمله يعني. هذا هلا استعملته، قلت بجرب، انه بجرب من الموقع نفسه بشتري، فاستعملته وحبيته وبجنن يعني. طبعا ليك وشوفوا النتيجه، بجنن وضوى شعري عم يضوي. فبعملكم تاك على هاد وعلى هذا، حبيته ليك شو حلو. هي انا شعري عن جد كتير سميك يعني، كتير وبيعذب. هلا هون في كم خصله بدهم اعاده لانه انا ما استحكمتهم من ورا، بس شوفوا كيف يعني، مالي انا مالي شايفه كيف عم يطلع لما عم ببرم وجهي.
ثانك يو جميعا على المتابعة. وهلا طبعا راح احفظ هذا البث وبيطلع على الصفحة، فيكم تشوفوه بأي وقت، وراح احط لكم لينكات اللينك هاد هلا يعني، وراح احط لكم لينك هاد، وان شاء الله يكون لسه عليه $15، وراح احط لكم لينك ان شاء الله يكون لسه عليها العرض هاي اللي هي اساسية، بتحطيها على المكتب، بتحطي عليها مشان ما يحترق المكتب او الدريسوار او اي شيء انتي عم بتحطي عليها من لبين ما تفرقي شعرك وتمسكي الخصلة. واذا نزل هلا العرض ما انه شغال على هدول البكلات، اذا رجع نزل هذا العرض على هدول البكلات برجع بحط لكم اياه كمان. يعطيكم العافيه، ثانك يو لصبايا فلوريدا اللي ضلوا سهرانين لهالوقت مشان يحضروا. باي يا حلوين، تصبحوا على خير، وبكره استنوني على اللايف، رح اعمل اللايف على المشين تبع الراديو فريكوانسي تبع شد الوجه وشد البشره. بكره اللايف رح يكون الجلسه الثالثه تبعيتي على جهاز الراديو فريكوانسي، رح يكون الساعة 10 كمان. اوكي، باي.